يصعد كذلك الملاكم السوري محمد طاهر تقي. للتذكير السادة المشاهدين والمشاهدات متابعي هذه الأمسية الرياضية للبطولة العربية للملاكمة في نسختها الأولى المقامة على قاعة في قاعة نادي السليبخات، نذكر بأن المنافسات تتواصل يوم غد السبت والأحد والاثنين والثلاثاء يكون اختتام هذه البطولة لتغادر الوفود دولة الكويت يوم الأربعاء 29 من الشهر الجاري. يطلب الحكم من الملاكمين إلقاء تحية. بينهما ثم الانطلاق في المباراة بدقة الجرس من الميقات. نزال في ثلاث جولات. بثلاث جولات كما قلنا، الملاكمان المصري والملاكم السوري يدخلان مباشرة دون جس نبض في المباراة، ومن خلال التنقل والوقفة فوق الحلبة يظهر أن الملاكمين متمكنين من فنيات اللعبة، وهي دلالة على أن هذان الملاكمان التحقا بلعبة الملاكمة منذ سن مبكرة، وهو شيء أساسي. الجمهور المصري والجالية المصرية هنا في الكويت تأتي لتشجيع المنتخب المصري. عندما نتكلم على التأسيس وعندما نتكلم على بناء فريق أو بناء ملاكمين، الصناعة هي بالأساس. الأبطال في هذه الأبطال في كل الرياضات، الرياضة لم تعد عمل اعتباطي بل أصبحت عمل مدروس علميا، ويؤسس له في مراحل سنية صغرى، ووضع استراتيجيات طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. الاتحادات في الدول المتقدمة تبذل وتصرف المال الكثير لبناء وصناعة، كما قلت أضحينا نتحدث عن صناعة البطل. البطل يصنع في هذه الرياضات بل في كل الرياضات. نتكلم على الملاكمة العراقية، ملاكمة لها تاريخ ولها مدارس. يعني عندما نعود للمدربين الحاضرين صحبة المنتخب، هم مدربين بالأساس مشرفين على مدارس لكمية. كابتن صلاح هادي من المشرف على مدرسة ذقار، والمدرب رسول حيدر المشرف على مدرسة بغداد التخصصية، والكابتن جليل كتاب من نادي السماوة، والمدرب عبد الرحمن المشرف كذلك على مدرسة بغداد التخصصية. نعود إلى النزال، نسق مرتفع، ومن بين النزالات الممتازة حيث يبذل كل من الملاكمين قصارى جهديهما لإبراز ما يمتلكان من فنيات. ممتاز الملاكم المصري، ممتاز تحركات جميلة فوق الحلبة،
ثبات توجيه مجموعة من اللكمات دقيقة نحو المنافس. الملاكم السوري يعتمد التشكيلات اللكمية المرتدة والهجومات المعاكسة لمباغة الخصم، لكنه المسق المرتفع الذي يفرضه الملاكم المصري محمد السيد محمود. محمد طاهر تقي الملاكم السوري له كذلك من القدرات الفنية. ما يجعله يجاري أن نسق مع الملاكم المصري الذي يبرز في هذه اللحظات أكثر تمكن من الملاكم السوري. ويبقى هنا تبقى وجهات النظر. يسقط واقي الأسنان يطلب من الملاكم السوري الذهاب إلى الركن الأبيض، ويطلب من المدرب المصري إعادة واقي الأسنان إلى لاعبه. المدربان هما الكابتن علي مصطفى وشريف هزاع مدربا المنتخب المصري. يعود النزال إذن مرة أخرى. توجيه لكمات متميزة حقيقة من الملاكم المصري، يفرض نسق مرتفع بكل شراسة وبكل رباطة جائش، يوجه لكمات دقيقة وقوية إلى منافسه محمد طاهر تقي. يلي هذا النزال نزال الوزن 63 كيلوغرام بين الملاكم العراقي والجزائري. الملاكم العراقي مهدي جبار قاسم والملاكم الجزائري بنسوت محمد. منتظر أن يكون هذا النزال نزال متميز بين الملاكمين الجزائري والعراقي، نظرا لتاريخ هاتان المدرستان، المدرسة اللكمية الجزائرية والمدرسة العراقية. ومن خلال منتخبيهما وملاكميهما نوجه مجددا التحية لكل من العائلة، عائلة الملاكمة العراقية وعائلة الملاكمة الجزائرية. يتواصل النزال في آخر ردهاته بين الملاكمين. ممتاز الملاكم المصري ممتاز. أعتقد أن الملاكم المصري محمد السيد محمود سيذهب بعيدا في هذه البطولة. دقيق في توجيه اللكمات، يحذق التنقل فوق الحلبة، يفرض سيطرة كلية على الملاكم السوري الذي يحاول تخفيف الضغط ورد الفعل، لكن القوة والاندفاع والدقة في توجيه اللكمات من الملاكم المصري تجعل الملاكم السوري غير قادر على مجاراة النسق بالشكل المطلوب والمرغوب. إذن بعد هذا النزال لم يتبقى لنا إلا ثلاث نزالات. النزال القادم في وزن 63 كيلوغرام كما أسلفنا الذكر بين الملاكم العراقي والملاكم الجزائري. يليه مباشرة بعد ذلك وزن 75 كيلوغرام بين الملاكمان القطري والليبي. محمد سالم من قطر وفرج محمد حمد من ليبيا.
بالعودة إلى نزال 57 كيلوغرام، نزال بين الملاكم إبراهيم الخليل من الكويت والملاكم العراقي ساجد عباس. إبراهيم الخليل هي أولى المشاركات في هذه في المشاركات الدولية، فيما الملاكم العراقي ملاكم متمكن و ينتهي النزال بين الملاكم السوري والملاكم المصري، والذي أشرف عليه الحكم الدولي الإماراتي باسل مبارك المشرجي، حكم دولي يحضر هذه البطولة العربية في إطار التحكيم، وكذلك دورة تكوينية لاثنين نجمة.